والله العظيم ما هسكت. اي حد غلط فيكي لازم يقدم لك اعتذار واضح وصريح، وهعمل دخلات في كل البرامج عشان اوضح نقطتنا القانونيه والقضائيه. والله يا دكتور انا تعبت جدا وضغطت بشكل رهيب عشان حسيتك ما تطلعش بره بيتك، وانك تقدر تتنازل للاستاذه ليلى. قرار اتأيد من الاغلبيه وخصوصا المستثمرين، مرحبين بيه جدا لانهم بيثقوا فيها ثقه عمياء. سيبك بقى من كلام رجعت نفسي وعرفت ان انا غلطان. بتفكري ازاي تهزيني؟ طب ده حاجة الست، حاجة انا والرجاله في ايه؟ مش فاهم يا فتحي باشا. هفهمك انا حبيبي. شيل يا جلال. انا المهندس محمد اللي في الاستراتو التصديقي. احنا في وقت فكرني ولا ناسيني دلوقتي؟ ربنا يحلها على ايديك. تعالى بس يلا. طيب اوديك اوضه الاسانسير. يلا. مالك يابا صافي يا دي؟ مفيش انشف من دماغي. رفضتني قبل ما اتجوز، ورفضتني تاني بعد ما عنست والخطاب بطلوا يعتموا لها عتبه. انا فتحي بتاع زمان. انا شبح العالم. احنا اللي بيقدر قليله. اصل القليل هو اللي بيعيش ويبنوه.